طب لا اسألني سؤال تاني، اسألني سؤال تاني والله، انا هنزلها كده على فكرة. اسألني سؤال تاني. يلا وأخيرا مروان موسى، الكوافية بقى لنا كام سنة عايزين نعمل انترفيو؟ من 2020. من 2020، من ألبوم فلوريدا. طيب بالظبط كده، بالظبط. كورونا بقى والدنيا الله، كاريزما بقى، كاريزما. انت عامل كاريزما، مش عارفين نوصل لك نعمل معاك انترفيو. يا باشا والله انا خلاص بقى، بحاول اوصل فيك حتى يوم اللي جيت. ما علينا، بص انا مذاكر كويس، كعامل سيرش بقالي تقريبا من 2020 وبعمل سيرش. تمام. ايه نجاوب؟ بص انا عندي فيك، يعني انا عارف ان انت كاريزما وعلى طول بتودي، فارجوك ارجوك تجاوب. ده شكله امتحان بقى، بس انت محضر ورقة بالعكس وانا بالعكس والله. هجاوب كويس ان شاء الله. تمام، 10 واحد انت يناير، انا 15 واحد يا باشا. طب الكاريزما ارجع جادي برضه، بيقولوا ان احنا اصعب 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 كاريزما. اصعب كاريزما. 95. مروان انت يعني الراب ابتدى بالنسبة لك، على حسب ما انا ذاكرت، ان 8 مايل هو اللي لفت نظر في الحتة دي. ايوه انا فاكر الشريط بتاع 8 مايل من عندي وانا 10 سنين مثلا او حاجه زي كده. طب هو ده السبب اللي هو خلاك تركز اكتر؟ يعني بص انا فاكر طراطيش، كان فاكر ان الشريط ده كان موجود واني كنت بسمع عليه لوز يور سيلف، وفاكر ان انا كنت فهمت ان في حاجه اسمها امينيم، بس انا كان لسه 8 سنين او حاجه حتى، فاهم؟ وبعدين فاكر حاجة تانية، اني شفت فيديو كليب لإمينيم على كان ايه اللي بتشغل حاجات وقتها، كانت ميلودي، لا كانت مزيكا تقريبا، تقريبا MTV Arabia. لا كانت حاجة، بص كان ميلودي وقتها مزيكا، ميلودي هيتس، بالظبط، ميلودي هيتس، كان كل يوم بيشغل تراكات اجنبي مثلا، كل 20 اغنية. ايوه بالظبط الحاجات دي. بالظبط فاكر الفترة دي بالظبط، سكسي ليدي والحاجات دي. سكسي ليدي. فكان في تراك امينيم بيشتغل، وده كان برضو انا فاكره. وبعدين الحاجه اللي بعديها اللي فاكرها ان كان في شريط 50 سنت، وبعدين بقى في بعد ما مضى مع افتر ماس، الشريط اللي هو جيت ريتش اور داي تراي، فاكر الشريط ده برضو. انت مش دايما مشو الالبوم ده يعني. لا ده هنا بقى كمان سنتين ثلاثه، اللي هو انا فهمت ان الناس دي، وانا عندي 10 سنين بقى، 2005 2006، انا فاهم ان في حاجه اسمها امينيم، وانا فاهم ان هو 50 سنت معاه، وانا فاهم ان في حاجه اسمها جي يونت، وعايزين نجيب الجزمه عليها الجي يونت، وفاهم هنا بقى ابتديت تركز اكتر، افهم حاجه زي كده. فكره ان انت لا ابتديت ادخل في الحوار ده اكتر. كان بقى الحاجه الكبيره الصراحه في الوقت ده لما قابلت عمر قوقة. تمام. لان انا قابلته في يعني يعني انا اصلا انا بشوف كل الحاجات دي وما عنديش، انا الوحيد اللي عارف ان في مفيش حد حاجه. معاك. فرحت المدرسه في مره لقيته في تالنت شو في مدرستنا بيغني لوز يور سيلف، او بيغني وايت امريكا حاجه زي كده، وجايب جايب البيت معاه. وانا بالنسبه لي ده كله غريب اصلا، ان انا شايف، انا قاعد بقى وما اعرفش ده مين، قاعد بتفرج اوف ده عارف امينيم، والشريط مش راضي يشتغل، فهو المفروض بقى يقول خلاص مش هغني. فقلت طب خلاص هغنيها اكابيلا، فغنى اغنيه وايت امريكا بتاعت امينيم او حاجه كده لوز يور سيلف مثلا، غناها كلها اكابيلا. فلما جه بعد الشو قمت رايح له قلت له انت عارف امينيم؟ قال لي ايوه طبعا امينيم شو. طلع هو كان عارف اكتر مني بقى، الالبوم بقى. بيقول لي امينيم شو مش عارف ايه ايه ايه. ومن هنا انا وهو مثلا لغايه 2008، وهو كمل بقى، انا في وقت قطعت شويه من الراب، بس وصلنا وقت كده كويفيا في 2007، انا وعمر اللي هو كنت بقول له انا حاسس ان احنا اكتر ناس نعرف راب في مصر. طبعا ممكن كنا صح في سننا، بس كنا عارفين بقى، ابتدينا نخش في ارتست اللي هو كاميرون، جيدا كيس، كاميليونير، اللي هو ناس اصلا مش، انا بقى بشوف سيديات ناس معانا جابها مش عارف ايه.
فهنا ابتديت اللي هو ابقى فاهم، وبقينا نتابع الدسات. يعني من اكتر الحاجات اللي فاكرها وانا صغير اني ابتديت اسمع ذا جيم، فهمت ان ذا جيم اتخانق مع 50 سنت، خدت صف ذا جي جيم رول مع 50 كده سنت. كده. بص كنت دايما في صف امينيم ضد جا رول، بس لما ذا جيم اتخانق مع 50 سنت انا اتخانقت مع 50 سنت برضه، وبقيت انا مع ذا جيم فاهم. وكنت فاهم ان في، كنت فاهم، فهمت بقى ان في حاجه كريبس اسمها ديس، وبلود و كل الكلام ده برضه كنت بديت افهمه انا وعمر. كنا بنقعد نجيب الكريبس والبلاد، زمان نلبس احمر زي البلادز، ونقعد نجيب بقى سلاسل فاهم قصدي؟ الفترة دي خدت منك وقت طويل لغاية ما انت تفكر ان انت تعمل مزيكا. انت عملت مزيكا ولا عملت راب الاول؟ عملت بقى في 2005 دي مزيكا، كان برضو بابايا شغال في البي بي سي وقتها، فكان حد من الزملاء عنده بقى ابنه او اخوه شاب عنده بقى وقتها 18 19 سنة وانا ايه 10 سنين، فقعد يقول عايز يعمل مزيكا، وانا كنت بهبل كده على جراج باند. وفاكر بقى اني عملت برودكشن وانا عندي 10 سنين، اوف عملت كام بيت كده فاهم. حلو. فدي كانت برضو عشان الشاب ده بقى كان بيراب زي عارف اسماعيل سولجرز والناس دي 2005 2006، فكان بيراب بالعربي اصلا بالطريقه دي فاهم. فدي فدي كانت برضو اول بيتات عملتها. فاست فورورد 2014 هعمل بيتات تاني 2013 فاهم. طب الوقت ده كله في النص، مروان كان فيه كورة كورة انت لغاية دلوقتي كورة؟ كورة بس. لا انا دلوقتي اصلا مش يعني بالليفل بس اللي انا كنت بجيلك فيه، مثلا استوديو، بجيلك بتتفرج على ماتش او بس بتتابع مثلا على الموبايل بس يعني ما بقتش زي زمان. زمان مدمن. زمان اللي هو ايه ده، جينوا وسامبدوريا هيلعبوا ديربي ديلا لانترنا، فلازم اتابع لان ديربي ديلا لانترنا كويفيت كان في سامبدوريا وجينوا لازم فاهم. وكنت عايز ابقى، كنت فاكر ان انا ابقى مدرب يعني مشكلة هو مدرب دلوقتي ده. لسه عايز والله عن موضوع التدريب ده مستقبل. بعد كده روما، ايوه روما سينما. ايوه دخلت حسيتش نفسك ان انت سحلت نفسك لحاجات كتير مثلا؟ بس ده هل ده يعني دلوقتي حاسس ان هو الاكسبيرينس دي كلها مديه دلوقتي مروان فيجن معينه مثلا موصلها ان هو ما كنتش فاهمها بس فهمتها بقى، فهمتها مؤخرا جدا يعني في اخر سنة. يعني كنت بقول يا ما استفدتش بحاجة من السينما وبتاع، بس مثلا افتكرت من فترة ان انا اول ما دخلت بروجرام السينما ان انا هبقى مخرج، نوت الكورة بتاعتي اصلا كانت مونتاج. أصلا كنت بنزل مثلا ماتشات كورة، انزل ماتش مثلا برضه مهمش اللي هو مثلا روما ضد مش عارف مين، فعشان لعيب اسمه رودريجو بالاسيو جاب 4 اجوان، فهعمل له هايلايتس يعني هعمل كل لمسه لمسها طول الماتش، فهو ده منتجها فاهم. وعملت كده مثلا 3 4 مرات في يعني هو انزل فول ماتش وبقعد اقصقصه. فعلى ما دخلت الجامعه بقيت سريع في القص، وبقيت ممكن اعمل حاجات سريعه جدا، فكان عندي حتى ايجو يعني في كمونتير اللي هو هاتوا بس الحاجه وانا اظبط لكم الدنيا. فمثلا لسه ملاحظ ان فاينل كات اللي انا كنت بقى مونتير عليه، طب ما هو نفس لوجيك بالسنتي، صح هو نفس اللي انا شغال عليه صح دلوقتي. فانا دلوقتي لو جيت قلت اوف انا بقالي من 2016 من 2014 15 شغال، يعني نزلت لوجيك من 2016 بجد او 15 بجد ببروديوس، طب ما انت بقالك من 2009 او 2010 كنت في فاينل كات جدا which هو نفس المنطق الكونسبت. نفس الكونسبت فاهم. فعشان كده دلوقتي يمكن ببقى سريع على الجهاز او كده وانا حاسس اللي هو انا سريع. لا هو انت بقالك كتير يعني بتعمل ده. عايز اسالك سؤال غريب شويه، مشروع تخرجك اخراج عملت ايه؟ بص عملت فيلم متقلد من The Prestige تمام. على ايه حرفيا. بص اصل The Prestige ده في بدايته بيقول لك every magic trick consists of three things، مش عارف الفيلم بيبدأ وبعدين نهاية الفيلم نفس البقرة every magic وبس بيجيب لك شوتات مختلفة بتغير لك مفاهيم الكلمة. فأنا قمت عامل نفس الحاجة. الفيلم بتاعي يا باشا عن إيه؟ طالب، هو كان زي بيست علينا شوية إن إحنا في الجامعة كنا بنحب، يعني مش عارف ده بقى هقوله خلاص، كنا بنحب نعمل باتنج على ماتشات الكورة وبتاع. ففي مرة أو قصة مصر كلها وانا خدت بقى ميرسي يا بيسو.
فاللي حصل بقى ايه، القصه اللي جوه الفيلم، ان الواد ده دخل على الديب ويب ولقى واحد بيبيع ريزالتس بتاعت ماتشات فيكس على النت، يعني مثلا ماتش في درجه تانية في اوكرانيا، وواحد بيقول لك الماتش ده يخلص 2-1 لان العيال هناك متفقين، فانا ببيع لك النتيجه ب 100 يورو مثلا، وانت بتدفع 100 يورو مثلا انك تعمل بنت على الماتش ده، بس ممكن تكسب قوي. فجوه الفيلم بتاعي ده بيعملوا كده وبيبتدوا يختنوا جامد، بس لما الراجل نتايجه بتبدا، يعني هم بيشتروا لبس جديد واللي هو ماشيين بقى في الجامعه، هم شابين يعني، لغايه اما الوقت يعني الدنيا النتائج اللي هم بيشتروها دي بتبطل تبقى صح، فابتدى يخسر فلوس جامد. فواحد فيهم عقل اللي هو بقول لك ايه، فكك تعالى يعني نوقف هنا، التاني ما عقلش اللي هو لا يا عم هتيجي لسه هتيجي، هكمل. فبيسحب فلوس الايجار ومدفعها، وبيقول لصاحبه اللي هو بقول لك ايه، حط لي البت دي وماليش دعوه مش عارف ايه، والنتيجه بتبقى غلط تاني. وبعدين ببدا باول مشهد، بني باول اللي هو مشهد في الأول اللي هو ايه بقى، ابوه قاعد بيزعق له سلو موشن، ابوه قاعد بيقول له فاهم. فبعدين بنقي الفيلم بنفس المشهد، وانت ازاي انت عندكش مسؤوليه، وبعدين صاحبه بيخش له، بيتضح ان صاحبه بقى عشان قلبه عليه ما عملوش اصلا البت، فبيقول له فلوس الايجاره دي انت ابوك عمه انت متعصب ليه، ايه اللي هو ما عملهاش. صاحبه انقذه بقى مثلا. طب اخترت مدير تصوير كان وكاست. لا الناس في الجامعه بقى انا معاك اليوم كنت على قدي خالص فاهم، بس لما جيت يعني بس كنت مبسوط في انرجي وانت بتعمل ده. لان كانت حاجه عننا، حسيت ان كل المخرجين اللي كانوا معايا في الدوكيومنت مش عارف ريليت مع الموضوع ده ولا لا، بس كله عايز يعمل فيلم يعجب البروفيسور فاهم. عمق بقى وبص وبتاع، انا حسيت له يا عم انا عايز اعمل فيلم يعبر عننا انا والشباب. الوقت والفيدباك كام في اللجنة؟ كان كويس، اعتقد فيلم كان احسن فيلم. بجد؟ برافو. طب ليه ما عملتش اخراج بعد كده؟ حتى اللي فيدباك مثلا؟ انا اصلا اللي خلاني اغير، انا كنت هقدم في اول ما خلصت جامعه في 2016، كنت هقدم في بروجرام ماجستير سينما ان انا اصلا ابقى اخراج بقى بجد وكده. ايه اللي غير؟ في ال6 شهور اللي انا قاعد مفروض اعمل سكريبت واصور فيلم معين وبتاع عشان هقدم للبروجرام ده، كل ما اجي اعمل كده ما اعملش كده واقعد اعمل مزيكا. فجيت مثلا فاضل اسبوعين وانا المفروض اسلم حاجات مستحيل اصلا تتعمل، ده محتاجه فعلا كذا شهر شغل ده بجد، مودي ماجستير. ان انا بقدم يعني فاهم. فلاحظت ان فاضل اسبوعين اكوفي، قلت مستحيل. وبعدين قمت مفكر فاهم، قلت طب ما انت اللي انت عايز تعمله انك عايز تقعد في امريكا يعني شويه، انت نفسك في ايه عشان تقعد بقى ما تفكر كده انت عايز تعمل ايه فاهم. فقلت طب هي ما اخد نفس السفريه بس اتعلم في المزيكا وخلاص، شفت كل حاجه مزيكا. كاليفورنيا. رحت كاليفورنيا. وقلت بقى ايه اللي خايف من مين، ابويا اللي هو يعني، انا ابويا راجل متفهم وقال لي ادرس خش اخراج، راجل يعني كراجل مصري يعني، ده انت برنس ان انت سايبني. فانا بقى اشكرك ازاي بعد ال4 سنين دول، او ما اقول لك بقول لك يا بابا بص بقى انت سبتني ادرس اخراج انا هعمل مزيكا بقى. بس بص ابويا بقى روش، قلت له بابا انا عايز اكلمك، روتاية كده اللي هو انا مرعوب منه، قلت له بص انا عايز اغير واخش واعمل مزيكا بدل السنة. بيقول لي ايه بقى، قال لي ما انا عارف. أصلا. قلت له يعني ايه، طب ليه يا عم؟ قال لي انا شفتك، انا كنت كان وقتها هو برضه في سفاره بتاع، قال لي انت لما جيت لي، قال لي انا في يوم رحت الشغل الصبح الساعة 9 الصبح، قال لي ورجعت الساعة 7، قال لي انا طلعت من الشقه ورجعت وانت كنت قاعد على الجهاز بتعمل بيت او مزيكا من نفس ما اتحركتش سنتي. فبيقول لي فانا هنا عرفت ان انت هتعمل كده. مش هتكمل سلام. قال لي دي بتاعتك خلاص، يعني الطريقه اللي انت قاعد عليها دي ده حاجه انت المفروض تكون دي بتعملها، حاجة حلوة على فكرة، انك لما تنسى نفسك. بيحصل سبورت مثلا من البيت، دي تقريبا أهم حاجة. بقول لك ايه، دي بص حاجه انا مقدرها فوق ما تتصور يعني، عشان اقول لك على حاجه، الموضوع اوريدي ومثلا ابويا بيسبورتني جدا، وكمان الموضوع صعب يعني، كمان بتشك في نفسك جامد صح. اصلا فاهم، وبالسبورت فاصلا يعني
دي حاجة الحمد لله عليه. يعني في وقت برضو بشوفه بيعمل بوست على فيسبوك، ايوه طبعا، وفي ناس بتتفاعل معاه بشكل جامد. أيوة. هو برضو كان بيقول لي انا بطلت اعمل بوست عشان لما بعمل بوست بلاقي الصفحات بتكتب والد مروان موسى بيقول كذا. ايوه، عشان هو في عالم الصحافة كمان، فاهم اللي هو فدي بص مروان، انت مثلا لو نيجي 2019 اول البوم ده كان بعد فلوريدا، ولا بعد ما رجعت من فلوريدا من كاليفورنيا؟ اللي هو ألبوم بالمناسبة. بالمناسبة، وده برضو من يعني ألبوم مهم جدا. انا ممكن بس خليني بس قبل ما اتكلم معاك في الارت وورك بتاعه، بهتم لسه بالحاجات دي. صبري. فكرة الارت وورك هو عامل زي الساعة او سيدي هي، وفي عليها اشكال، هو ناس نص فوقي من غير وش بجد، ايدين بس وليها اشكال معينة. دي ايه؟ ده فنان اسمه يوسف صبري. شوت اوت يوسف صبري، فنان جامد. يوسف اصلا بيرسم حاجات، يعني الرسم بتاعه عامه شكله كده. صغيرني شوية. انا تعاونت معاه بسبب رسمه، فاهم؟ انا كنت عايز حاجه من قعدت الشكل اتكلمت بتاعه، معاه في الألبوم شوية. قلت له انا عامل 8، هما 8 اغاني صح، هتلاقي بقى في 8 اشكال اللي هو من. انا قلت له الالبوم ده شويه يمكن انا ظاهر في الثمان اغاني كل اغنيه بشكل، فكانه بعد كده في الارت ورك بتاع يوتيوب كان كل اغنيه ليها واحده من دول بقى محدده، صح. انت فاهم؟ اكتر تراكات نجحت في كان سينمائي تقريبا، ورابتور. انت عارف الالبوم ده كنت لسه راجع من السفر وانا بعمل له الميكسينج، يعني ده بعد كاليفورنيا. ما بحبش اسمعه لان بحس ان صوته مش حلو، فاصلا دايما بنساه كده بشيله من بس ده على فكرة، ده برضو ده اكسبيرينس يعني لولا مثلا الالبوم ده ما كنتش ممكن تعمل اللي بعديه. ما كده كده. عالم تالت، عالم بس تالت برضو مهم. عمري ما ببص على شغلي، ليه؟ بنساه، فاهم؟ مش عارف، يمكن بحس ان لو نسيته وبدأت كأني ما عنديش اي حاجة هبقى لازم اعمل حاجة، يعني بفكر بس في اخر حاجة عملتها واني اعلي عليها او اغير عليها او ابني عليها مثلا، فاهم؟ يعني مثلا عالم تالت هما تراكين بس برضو كان مهم، كان مهم جدا. يعني كان فلوريدا ده حتة تانية. فلوريدا. فلوريدا حسيت ان انت اصلا اول ما اتكلمنا او ما بدينا نتكلم انا وانت كان انت لسه شغال في فلوريدا، كل ما تعمل تراك تبعت لي تقول لي ايه رايك وبتاع. قلت لي من الاول ان انت لا انا عندي خطه جديده للالبوم ده، فانا عايز في صوص معينه عايز اركز عليها، اللي هي من بعد الشيراتون او من بعد الشيراتون. حصل. ايه الفرق بقى بين فلوريدا ده كان الصوت اللي انت راضي عليه؟ يعني دلوقتي اكيد عندي تعليقات، بس انا عارف انا وقتها كنت بحاول اعمل ايه. انا وقت فلوريدا كنت بحاول اعمل البوم كله يعني شكل واحد، في الصوت، في الشخصيه، في الفهم، في الفيجوال، اللي هو ده اللي بيحصل دلوقتي، فاهم؟ لو التعليق اللي انا عندي مثلا اللي هو التغيير او كده، لو اقدر ارجع لمروان بتاع وقتها، مروان وقتها هيقول ايه؟ بقول لك يا معلم الالبوم ده كله نفس التايب ونفس الشخصيه ونفس كل حاجه، زي يا عم البوم واحد في امريكا ينزل بالبوم بيبقى حاجه، فاهم؟ محدده، صح، تمام. فانا ارد عليه بس هقول له حاجه واحده، تمام. هقول له بص يا معلم انت صح وجامد انك عايز تعمل حاجه كلها شكل واحد، بس لاحظ ان الارتست اللي في امريكا اللي عمل ده بيلعب في 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 سوق في شوف كام 100,000 رابر، صح، فعشان يظهر لازم اصلا يعمل حاجه واحده ويمسكها عشان الناس تقول ده بتاع الشيء الفلاني، فاهم؟ انما لو بصيت في امريكا هتلاقي ان التوب رابر مثلا اللي هو بيبقى من ضمن التوب 5 مثلا ما ينفعش يعمل البوم كله شخصيه واحده، يعني جي كول، صح، دريك مثلا، كان ما ينفعش يعمل البوم كله زي جانا مثلا، ليل جون مثلا. ما ينفعش، لان انت ارتست لازم الناس عايزه تشوفك بتعمل تراب، وعايزين واحده اولد سكول منك، وعايزين واحده غنى، وعايزين. فده اللي كنت هقوله لنفسي لو ارجع، اللي هو بص جامد
امسك نفس الصوت بس اكسباندو شخصيات. انا كنت بقى اللي هو عارف وقتها انا كنت بقول ايه، اللي هو انا عايز اعمل البوم كله مثلا فيه 6 شيراتونات، ده كان التارجت فاهم، اللي هو فيه 6 شيراتون وستة بقى مش شيراتون، ممكن عشان كانت هيت فهمت كنت عايز تستثمر، مش عشان كانت هيت يعني، عشان كانت هيت بس عشان حسيت ان انا بقالي كتير في الراب بحاول كده. بص انت لما تكومباين حاجه في الفيجوالز وحاجه في الصوت او في الليركس وحاجه في الفلو وحاجه يعني بتعمل مثلا 6 حاجات مميزه فبتقوم عامل بصمه كده. فانا كنت عايز امسك البصمه دي، حسيت ان هي بتاعتي قوي في الوقت ده. بس دي بعد شيراتون صح؟ اللي هو انا ليه التفكير ده ما جاش مثلا في نهايه العالم وفي البشر؟ عشان وقتها ما كانش ينفع ابقى نفسي لسه، حسيت كده، حسيت ان انا لازم اترجم نفسي للناس اللي بتسمع شيراتون ده وفلوريدا. حسيت لو بقول لك ايه، انا دلوقتي مش هترجم نفسي يعني، ده مروان موسى اصلا، لان برضو انا يعني تعال نقول مثلا ايه، الناس اللي بتسمعني معظم جمهوري معاش شبه الحياه اللي انا عشتها، انا مش بريليت معاه، اللي هو فاكر اما كنا بنعمل كذا، هو معاش شبهي فاهم. فانا كتير من الوقت كنت بترجم نفسي او بختار زاويه معينه من نفسي احنا ممكن نكون مشتركين فيها، انما في فلوريدا وفي شيراتون انا كنت له بص ده انا بقى بجد. عشان كده يمكن بحس الالبوم ده اصلا بقى ناجح مع فئه تانية، الناس اللي هي بتصيف اكتر، الناس اللي فاهم قصدي، لان هم اللي يمكن بقى مشترك معاهم اكتر الكلام ده تمام. حلو حلو. بص من يعني من البدايات بعد ده استفسار بس، هو بعد يعني انت عرفت ابي وبعد كاليفورنيا؟ لا لا، بعد ما خلصت جامعة. بعد ما خلصت جامعة. بص السؤال ده بالنسبة لي انا محروق ان الناس كلها عارفة انت عرفت ابي ازاي، بس تعالى نتكلم في المشكلة. المشكلة انت ضحكت ليه؟ كويفة داخل وش كده معلش. المشكلة ايه سبب المشكلة بصراحة؟ المشكلة حصلت على مثلا 2 سنين كده، ما حصلتش اللي هو تراكمات بس يعني الزور كان واحنا لسه نعرف بعض يعني احساس مثلا عارف، ما كانش في حاجة كده، كان في فجأة ابتدى يبقى في تنشنة من غير حاجة انا فاكر يعني. فالظاهر ان مثلا الكلام كان يعني انا كنت وقتها ابتديت احس ان في كلام بيتقال في الاغاني عني، وهو احنا لسه فاهم ده بقى يعني اول كان سبورت. لا ما احنا كنا اصحاب بقى قوي، كنا اصحاب قوي يعني. وبعدين زي ما قلت لك ابتدى يحصل الموضوع ده على ان في ممكن احساس بقى مع شويه من ناحيته، ايه لان ما اعرفش يعني. بس بعدين ابتدى يبقى في كلمات من اغاني عندي اتفهم منه انه فاهم بار بيتقلب شويه كده. فاهم. فبعدين فجأة بقينا خلاص اللي هو لا احنا دلوقتي مش بنتعامل، بس ايه لمدة 1.5 سنة مثلا احنا ما بنتعاملش مع بعض، بس محدش في السين واخد باله يعني. كنا عاملين عارف لما اللي هو كأنك يعني الناس لسه بتيجي تقول لي مثلا فين ابيو بتاع، وانا اللي هو اصلا ما بكلموش. بس انا فقالهم تمام. فقالهم لا لا تمام بسلك لك بصلي شخصيا فاهم قصدي، مع ناس كتير عشان بتبقى وقتها كان لسه مش ايه محدش عايز يقول ده. بس امتى ظهر طلع بقى ظهرت في وقت تاني خالص اللي هو قبل اول بيف فاهم. كل ده ما فيش حد واخد باله، محدش واخد باله لغايه اغنيه بقى اللي هو خلاص بيقول بار من عندي بيشتم بيه، فبقى خلاص اللي هو دلوقتي صريح. علني بقى الناس. صريح. طب والناس اللي كانت صحابكم انتوا الاثنين في النص مثلا سي ابو الانوار ده ايه الوضع هنا يعني كان؟ كان بيحاول يصلح يعني على حسب ما انا كنت فاهم، هو كان بيحاول يعني ان هو فاهم
يعني انت عارف اكوافيا، القصه كانت ان كان في الاسبوع ده كنت عمال اكلم نور في انه يلا نصالح السين كله، يعني شوف اي حد انت تعرفه وانا اشوف الشباب، تعالى كلنا دي نسمع. سنة كام دي مثلا؟ فين؟ ده في اخر 2020، ده قبل فلوريدا. قبل فلوريدا باسابيع، فاهم؟ قبل شهر واحد، يعني انا حاسس ان ده كان شهر 11 او 12. فبعدين قال لي ماشي وحاجات كده، وبعدين رحت له حتى حفله. يعني انا فاكر القصه دي ازاي، انه يوم الاربعاء رحت حفله ابو الانوار، وبعدين يوم الخميس رحت عيد ميلاد خالد مختار، فاهم؟ وانا بقى يوم الاربعاء والخميس والجمعه قاعد بكلم ابو الانوار، لا ها ظبطت عشان نتصالح كلنا، عارف؟ اللي هو من كتر ما الفكره كانت يعني اكسايتنج، كنت كل شويه ها بوزيتيف قوي بقى. ايه الدنيا ايه الدنيا. يوم السبت الساعة 6 الصبح بقى قبل منزل أغنية اسمها أوكي، فكان دي بيقول فيها بقى اللي هو بيتكلم عن إن أنا رحت يعني عيد ميلاد خالد مختار، زي يعني هو دي خدها ديسريسبكت يعني، ليه؟ عشان بقى هو برضو ليه عداوة مثلا مع ناس صحاب الراجل كده يعني. بس وبعدين عارف، حتى بعد اللقطة دي حصل صلح على التليفون، وبعدين بعديها برضو في ستوري مثلا، دي حاجة وقتها بقى دي اللي عصبتني يعني، حسيت له ازاي انا بكلمك في التليفون مثلا الدنيا تمام، وبعدين بعد اسبوع اسبوعين الاقيك منزل حاجة قدام الناس جمهور عليا، فاهم؟ حسيت بقى ده هنا بقى اللي هو خلاص المشكلة بقت علني، فاهم؟ طب تمام. دي مشكلة أبيو بقت مشكلة أبو الأنوار إيه؟ لا ما انا يعني هو بقى سند بيسبورت من غير أي سبب، مفيش سبب صريح شخصيا، مشكلة. انا ما عملتلوش حاجه، لا هو كان بيسبورت ابي يوسف يعني. أوكي. إحنا لسه في حوار البيف. يعني بص، أنت مثلا مش بيف أبيو بس، انت في نكش بينك وبين ناس تانية، ويجز مثلا، بابلو. بس ده عادي يعني، ده راب، انا ما اعرفش، انت انا شايف ان ده راب يعني اللي هو فاهم. يعني مش ما مش زي مثلا المنحنى اللي خده مثلا البيف بينك وبين ده، بيف وده نكش. يعني بتبقى فيها زي، عشان ما بتبقاش متركزة، بتبقى في نص اغنية كاملة بتقوم بسميها كده في قانوني لا تن. طب الناس اللي انت في بينك وبينهم نكش، بتحس ان هم بيتضايقوا بصراحة؟ ما اعرفش، ما بحسش، يعني لا مثلا في اللي بياخدها مثلا جامدة دي مثلا، هو النكش عليه بس جات حلوة، فاهم؟ ممكن انا كده، بتبقى لطيفة. انا كده، فانا ببقى يعني احس ان انت المفروض تبقى كده، ما هو احنا مش في مجال يعني، طالعين طول النهار بنقول انا اجمد واحد، انا اجمد واحد، انا مفيش حد زيي، فيوم واحد جاي قال حاجه عليك فانت تتضايق قوي ازاي يعني، طول النهار بنعمل كده يعني. بص، انا مش عايز اقول ان انت عندك مشاكل كتير بصراحة، والله بصراحة، بس ده اللي طالع قدامي. قول احنا دلوقتي فقرة النسات في فقرة الموضوع. المشاكل، فاهم؟ كوردي مثلا، كوردي انت طلعت في ستوري وقلت رأيك مثلا، تمام؟ هل ده برضو حاسس ان هي دي مشاكل متراكمة مثلا، تراكمات، عشان انت وصلت ان انت تعمل كده؟ هو كوردي بقى مثلا من الناس اللي يعني مثلا ايه، هو طلع قال اللي قاله في لايف، قمت انا طالع في ستوري او في بوست اصلا، وقمت قايل اللي قلته ماشي، بعدين هو قام منزل ستوري بقى بيتريق عليا، فانا قمت داخل له في الشات بيني وبينه، قمت باعت له حاجه بويس نوت، وما قال لي حبيبي يا مارو، قلت له حبيبي يا كوردي، والناس لسه قاعده بتقول ان احنا بنشتغل واحنا اصلا خلاص تمام. انا كده، بص انا ممكن بس عم بطلع بسرعه وبنزل بسرعه في الحياه، فاهم؟ فبرضو خط ام اي بتاعك، ما بتاعتك يا باشا. فبس يعني حسيت ان مع كوردي ده حصل، مع بقيه الشباب ما حصل. ما اعرفش، لا ما اعرفش، انا بلعب عادي يعني، بلعب الجيم ساعات بالشكل القانوني اللي بقول لك عليه ده، ما تبقاش ضربه تحت الحزام. يعني مثلا بص، في حصل مثلا تراك مثلا من بابلو، بعد كده شفناكو في صورة مع شاعر ايوه خور كده، وده كان اعلان ان اوكي مفيش حاجة. نعم قال الدنيا تمام من بعد
السحور ده اه يعني اتكلمنا اصلا بعد الاغنيه اللي عملها، فاهم قصدي؟ ويعني الدنيا زمان برضو معاه، فاهم؟ حلو. طب تعالى نروح للصلح بقى، زي ما انت اتكلمت مثلا في حوار ان كوردي الدنيا تمام مثلا في الدايركت انت وهو، بس الناس لسه واخده في دماغها مثلا ان انتوا في مشاكل. ابيو طلع في ستوري وقال ان انتوا حصل صلح وكذا وان الدنيا تمام، ايوه، ده لا رايك؟ لما قال انا وهو وعفروتو كنا في الاستوديو اه وبتاع، لا ما هو كان بيترول وقتها يعني. انا حسيت كده، ايوه بس هو كان بيتكلم سيريس ايوه شويه في ستوري. هل ده بجد؟ كان عايز يرخم على حد، مين مش فاكر والله، كان بيعمل كده عشان يرخم على حد تاني، انا مش فاكر بس مين. سواء الموضوع ما كانش بقى طب انت حاولت تحل المشكلة دي بصراحة ايه بينك وبين ابي مثلا مؤخرا بكده؟ يعني مثلا بص، يوم النقابة كان الوضع حبي الى حد ما في النقابة، ولا عشان انتوا في النقابة بصراحة؟ لا يا عم، انا من ناحيتي اصلا تمام، ازاي رايك في الانترفيو بصراحة؟ جامد اجدع انترفيو في الوطن العربي ولا بالجزمه. بجد يعني هو الحوار كان حبي عشان بص يا عم اقول لك على حاجه، الفريم لطيف، ايوه انا شايف فريم لطيف، يا فاهم؟ عم الناس انا كلها مبسوطه، ابي بيضحك هنا، مروان بيضحك هنا، الناس ميكسين كان عفروتو. هل ده الحوار كان بجد كان لطيف عشان انتوا عايزين الحوار لطيف، ولا عشان نقابه ويلا نزوق الليله وكرنيات بقى والدنيا؟ لا لا عادي يعني، ما كده كده. بص انا ما اعرفش برضه تاني، انا ما اعرفش من ناحية الشباب التانية هم بالنسبة لهم الموضوع ايه يعني. ساعات ممكن لو سمعت مزيكته تحس ان هو فعلا واخدك عدو قوي، فاهم؟ انا من ناحيتي اللي هو زي ما قلت لك، حصل بيف معين، حصل دنيا تاتش معين، خلاص يا عم هم اختاروا ان الموضوع لازم يتذاع. انا اصلا مش اكتر قاعد مع البيف الديسز والكلام ده، كنت دايما عندي نظرية اللي هو احنا الناس في عالم عربي، انا لو عندي مشكلة مع حد ما انا بروح له شخصيا، فاهم؟ بس يعني الزوم بقى مجالنا بتاع، ساعتها هيتعمل عليك ديس تراك، الديس تراك في حد ذاته في مجالنا كأنك بتمد ايدك على واحد يعني، ممكن تنكش واحد تبقى كأنك شتمته، بس لو واحد دسك يا اسطى ده كأنه ضربك، فبيبقى نوعا ما. بياخدوها بشكل شخصي اكتر. لا يعني مثلا لو واحد دسني كراب فانا رحت ضربته، الفانز برضه هيقولوا لي اللي هو فانت ما عملتش حاجه، ايوه انت ضعيف هنا، انت ضعيف بالظبط، ده ضعف، انت ضعيف هنا، فانت لازم تلعب جوه الملعب اللي هو لعبك فيه، فاهم؟ ما استغلتش ادواتك عشان انت تبين ان انت مثلا اعلى. لازم لا انت لازم ترد في وكمان انت رابر يعني، انت طول النهار زي ما اتفقنا بتقول ان انت اجمد واحد، فاهم؟ ف لما بيظهر بيف منطقي بالنسبه للفان ان انت تخش فيه، برضه بشوف ان انت يعني دي حاجه لازم تعملها. انا كفان زي ما اقول لك، انا من 2005 وانا 10 سنين متابع الدسات وبيفس وبتاع، ففاهم ان الارتست لما يخش بيف بيبقى ساعات لازم يعمل ده. اما بقى على المشكله ان هي تتحل، زي ما بقول لك يعني، بحس ان انا من ناحيتي دايما عندي اللي هو انا بحب يا عم ابيو بجد، مش قصدي اللي هو بالنسبه لي ابيو لسه الشخص اللي هو نفس زي ما يوم ما اتعرفت عليه كنت فان ليه، هذا الشخص الجامد اللي انا بحب مزجته، اللي شخصيته غريبه وبتاع، لسه عندي نفس يعني بحبه بنفس الطريقه يعني، فاهم؟ حلو حلو. بالنسبة لك ويجز، انت بحكم في نكش بينكو، هل انت شايفه هل هو منافس في السحب، ولا انت شايف ان انت لا مش في نفس الكاتيجوري مثلا في المزيكا؟ لا ويجز طبعا يعني لازم اعتبره منافس، لانه من جيلي او من نفس الحته اللي بعمل بيها مزيكا، وبيعمل مزيكا الكواليتي بتاعها كلاين ميوزك بتكلم. بالظبط، ما بقول لك كواليتي مزيكته عالي، فانا دايما هشوفه كمنافس. لا انا لقيتك عامل حاجه جامده عايز اعمل برضو كده، بس هو كده كده مش بص، احنا كرابرز لما بنسمع اغنيه راب جامدة بواحد عاملها ولو بقت هيت بتتضايق، اللي هو ليه ما اعملش انا بقى؟ يا ابن الكلام ماشي، طب انت معدول كده، طب انت عامل بقى حاجة مثلا، انت تعدل زي اللي انت بتاع بلاي ستيشن بالظبط، بس يعني
ويجز دلوقتي بيكون بيعمل لي تشالنج من المزيكا اللي هي فيها غنى اكتر لان مش راب. تمام. يعني 2022 كانت سنة عنيفة، يعني ما شاء الله اشتغلتوا كرأس مال، انتوا كنتوا مركزين قوي و اي بيز بقى، ترمي اي بي، تصحى اي بي، تنام اي بي، فاهم؟ وكان في برضه 3 جوائز في افريما، ودي حاجة برضه مهمة. انت افريقيا، ان انت مصنف من اهم الناس للليركلي مثلا، ان انت وكان المنافسة مع ناس مهمة جدا وافريقيا كلها، طيب وخاصة النومينيز اللي كانوا معاك، ناس برضو اسماء تقيلة يعني مش سهل. مبدئيا انت يعني الجائزة دي استقبلتها ازاي مثلا؟ يعني ان انت اختاروك في 3 جوائز، ودي على فكرة مش سهل. انا عارف اللي هو اتصدمت، بس في نفس الوقت بص انا بقى اتصدمت ليه؟ لان انا عمري ما ببقى متوقع حاجة حلوة. لا قصدي يعني عمري ما بعمل حاجه وبعدين مثلا يجوا اسمع ان في جوائز فانا اقول شوف بقى، اما نشوف بقى هيحطوني بقى ولا لا. انا ما بقولش كده، انا بقول لا اكيد لا وخلاص ونكمل في الطريق اللي انا فيه. فلما الاقي ان في جوائز فبقول ايه ده، طب ماشي انا مترشح يعني، فاهم؟ وبعدين لما الصراع فوز برضو ما توقعتش، انا قلت يعني اقصى اكسب حاجه واحده، فاهم؟ 3 مرات فلقيت 3، قلت يعني بس حسيت ان انا اتقدرت، عشان زي ما انت قلت يعني كنت عامل اغاني كذا اي بي، فده ممكن في سنه تانية بعمل 4 اي بيات عادي يا عم، عادي مش بالكتره. حلو. بس عملت 4 اي بيات وعملت بقى كذا اغنيه، الاغنيه دي نجحت والاغنيه دي، فاهم قصدي؟ حلو. فحسيت ان انا يعني تصدق انا كده اتقدرت والله. في من الحاجات اللي انا مثلا عايز اسالك فيها، انا مروان لو تيجي مثلا تبص على كليباته كلها هتلاقي مثلا في فترات كتير تحس ان مروان بيمثل في كليباته، يعني مثلا في البوصله ضاعت مثلت في شطات كده، مثلت في الكليب نهايه العالم، نهايه العالم، ايوه مش البوصله، نهايه العالم، نهايه العالم كان كله تمثيل، كله تمثيل. ايوه. تسلا برضو كان في تمثيل، في كده عصر التمثيل، في رياكشنات، في ايوه كذا، في بعد كده شفنا مروان شورت موفي يعني نهاية العالم. طيب. انت مركز في الحوار ده، انت او انت بتحب ده، او ده ليه علاقه بالسينما اللي انت درستها، او يعني لو نيجي نجمع كل دول ايوه احنا نشوف مثلا ان مروان لا هو ده تارجت بالنسبه له برضه، جنب برضه في الاعلانات، يعني الاعلانات بنشوف ده، يعني اعلان بنك مصر اللي كان مع الشاب خالد واستاذ محمد منير وامير عيد، في سكه شويه الرياكشنات والبصه فايه الدنيا بص، ايام ما كنت بدرس اخراج كنت في ثالث سنه او رابع سنه، عارف بتاخد برضو كلاسات تمثيل، فابتديت عشان انت بت 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 بتدي اوردرز بالظبط. اوردر اكتنج، لا بتاخد بقى كلاس كامل تمثيل عادي بقى بره عن الاخراج. فعارف انا التمثيل حبيته زي ما بالظبط حبيت الراب، بمعنى انا داخل اخراج، فاهم؟ فبخرج كذا ممثل وبعدين ببدأ أمثل فبيعجبني تمثيلي. زي مثلا ابتديت الراب إن أنا بعمل بيتس، فأبعت البيتس بتاعتي لناس يغنوا راب عليها، أراب أنا عليها فيعجبني اللي أنا بعمله. بس أنا كنت دايما المفروض الشخص اللي ورا الكاميرا، أو أنا الشخص اللي ورا المزيكا، اللي هو بيوجه مثلا، ما كانش التارجت بتاعي إن أنا أبقى الممثل أو إن أنا أبقى المغني. بس عارف زي ما تقول فير كده معناها، يعني واجهت نفسي كأن انا ممثل تاني. لا والله يا اخي تصدق تمثيلك حلو، فاهم؟ بس لا في حاجة تانية برضو، في فيديو مثلا ايام المدرسة وانت صغير بعامل زي الفيديو كده سكتش ان انت بتمثل برضو، ده قبل ما تدرس سينما اصلا. غير كده
في برضه مثلا الستوريز اللي انت بتعملها، ايوه صح، في فتره كده كنت ستوريز اللي هو صح مع المرايه ده عنده مشكله. ايوه يعني هي بتطلع كده تلقائيا، وبعدين بقول زيك كده، لو تصدق انت ليك في النقطه دي، انت حلو في الحته دي. طب بص، لو جالك مثلا ورق مثلا فيلمين اكشن ودراما، اختار ايه؟ وكوميدي مثلا ايه؟ كوميدي. والله بص، نفسي اعمل فيلم كوميدي. كوميدي اه تمام، رومانتك طيب، بعدين، وتحس مش نفسك. دلوقتي، مش دلوقتي، انا لسه شاب وروش وبتاع، بس ممكن فيلم رومانسي بعدين. طب بص، من غير ما نعمل اسماء، من غير ما ندي اسماء كده تمام، في ممثلين كده، ممثلين ما لناش علاقة بالرابرز ولا بالراب، في ممثلين كده انت بتشوف ان انت والله انا امثل احسن مني. يعني لما ابتديت افكر في التمثيل، بقيت بشوف ناس اقول يعني فين يا عم النيرف مثلا، فين انا بحس الممثل لازم يخليني احس بحاجه كده، اللي هو ممكن وانا بتفرج عليها، اللي هو بتقوم عامل انت كده تحس، فاهم؟ فلما بلاقي ممثلين كده، اللي هو الموضوع مش كده، ممكن بقول يعني طب مين احسن ممثل عندك في العالم لما بتلاقي له مثلا فيلم اعتقد اكتر ممثل مثلا اللي هو شفت له حاجات تحس اللي هو جامد قوي، مثلا هي ممكن تبقى كليشيهات يعني، بس مثلا اول حد افتكرته ليوناردو دي كابريو في ادوار معينه. الباتشينو مثلا ليه حاجات بيطلع يزعق عنده كده، ليه ادوار بيلعبها، بس مش عارف، بحس بحب الادوار التمثيليه اللي فيها نيرف عالي او زعيق او فاهم، الموضوع فيه احساس عالي، فبحب الباتشينو مثلا و ديكابريو. أنا توم هانكس بصراحة. هانكس جامد، بس مش انا يعني، دينيرو مثلا قبل هانكس، دينيرو اللي هو على الهادي خالص كده بس، فاهم؟ بأمارة إن إحنا بنتكلم في ستوريز، أنا هتكلم في سكة تانية. في مرة انترفيو لحميد الشاعري، أنا ما أقدرش أتكلم طلعت أنت في ستوري و ايوه حذرت على الموضوع. أه بالظبط. فكرة إن أنت بتاخد ريسبكت من ناس كبيرة مثلا في السن، وكبيرة مثلا في المجال بتاعها، يعني مثلا مفيد فوزي قال شيراتون دي تراك عظيم، حميد الشاعري مثلا هو من الناس اللي غيرت المزيكا. حصل. انت بتاخد الحاجات دي بمنظور ايه؟ بحسها جامدة عشان مش أي حد شاب يعني، أنا ممكن أعمل أنا والشباب اللي في جيلي نعمل مزيكا تعجب الشباب اللي في جيلي. في كل شخص عنده إحساس بالأجيال، يعني مثلا أكيد أنت تعرف واحد سننا كده ما بيعرفش يتعامل مع واحد عنده 16 سنة بص، ما أو مثلا شخص عنده 8 سنين، بينما في واحد تاني تحسه قريب يعني، بيبقى عنده حد في السن ده يعرفه فبيحب الأجيال دي. انا مثلا دايما بعرف اتواصل مع الناس الكبار من وانا صغير، يعني هات لي واحد عنده 40 سنه كده، لان علاقتي كانت قويه بابويا، اتكلم معاه كتير. فانا مثلا عندي 13 14 سنه، لو كلمت راجل عنده، وابويا بيكلمني عادي كاني حد كبير من وانا صغير، فانا لو اتعاملت مع حد كبير طول عمري من وانا صغير، الشخص ده بيبقى اللي هو ايه ده، ما انت بتتكلم معاه، فبحس ان انا ممكن عندي السنس بتاع السن الاكبر، فاهم قصدي؟ زي ما برضو ايه، بحب ان يبقى عندي سنس بتاع السن، يعني بحب ابقى متواصل مع اجيال غير جيلي. لو ده طب حلو ده. تركي. في لما حصل الاجتماع النقابة واتقابلتوا مع ناس تعتبر أكبر منكم في السن، ال الحوار كان بينكم عامل إزاي؟ غير إن فكرة مثلا إحنا كجيل، أنا المزيكا بتاعتنا إلى حد ما إلكترونيك، والهيب هوب كراب، الراب ابتدى دي جينج، فإزاي فكرة إن أنتوا توصلتوا معاهم لحل؟ وهل شايف ان مثلا حل الباند مثلا هو حاجه ممكن تكون منطقيه، وبس وفي نفس الوقت فكره الدي جي، هل الدي جي هيختفي ولا يبقى اليمنت موجوده على لا لا موجود الموضوع، بس انت بس بصيت بس اللي احنا فاهمينه في الاخر يعني، ان ايه، مفيش حاجه في الحفله بتاعتنا هتتاثر، تمام. فاهم يعني؟ مفيش حاجه من اللي انت رايح تاخدها ومش هتاخدها. طب والناس اللي كانت موجودة بالنسبة لطريقة التفاهم بينكم كانت عاملة ازاي؟
كانوا متفاهمين، كانوا عايزين يعرفوا اكتر عن اللي بنعمله، وكانوا عايزين يقولوا لنا المشاكل اللي هم بيواجهوها، فان احنا نوصل لحل وسط. ان انتوا كنتوا بتحاولوا توصلوا منطقة رمادية شوية ان بالظبط انتوا تحلوا فيها كل المشاكل. بالظبط. حلو. من الحاجات اللي مروان يعني دي انت هتتبسط بيها، انت عندك تعاونات كتير، يعني من اكتر الرابرز اللي انت بتحب تدخل فيتشرز وتجرب هنا وتجرب هنا، ومع وحوار ال يعني انا مثلا انا اشتغلت معاك في فيتشرز كتير خاصة في فلوريدا، وانا مبسوط بجد ان انا دخلت في تعاون زي ده، عشان انا حسيت ان الرهان بتاعي كان مظبوط، فاهم؟ يعني مثلا فاكر المكالمة دي، انا كنت بعمل مونتاج كليب او ماي جاد لاي لي، ايوه وكنت انت شغال على فلوريدا، فاس. قلت لي في تراك عايز فيه فيتشر بس فين مش عارف، قلت لي حسها المغرب شوية، انا بعت لك ستورمي، انت ما تعرفش ستورمي، وبعت التراك وبعت الشانل بتاعك لستورمي، ستورمي ما يعرفكش، مفيش حد فيكم يعرف التاني، بس انتوا الاتنين المزيكا عجباكم، انت قلت لي اه ده جامد، هو قال لي شكرا ايوه انا ده تمام، ايوه فعملنا ريو، وانا فاكر اصلا ان انت كنت عايز تزود بارات من ستورمي، وكنت مكسوف تقول له ايوه صح. كان ناقص 4 برات، مش عارف اجيبها له ازاي. عشان انا اللي كنت قايله 16، وبعد كده فهو قام باعت لي 16 في طول 20، فانا قايل له الرقم غلط. بص دلوقتي انا مش عارف ادخل بينك وبين ستورمي بصراحه، عشان انتوا بقيتوا اصحاب اكتر من ان انا صاحبكم، فاهم؟ ما ستورمي ستورمي بترد على البال كده كده. ستورمي اصلا من اوحش الرابرز اللي انا اعرفهم شخصيا، ده والله وعلى الصعيد الشخصي من اسوأ الناس يعني. اللي ممكن، فهو برضو يعني ايه، زي ما هو وحش في دي وحش في دي، فدي حاجه انت كويس ان هو بيرد. عشان انت الدول بقى وعلاقات الدول، انت فاهم؟ ستورمي انا بكرهك، بكرهك، اوحش رابر في المغرب. بس ستورمي عارف لما سافرنا مع بعض لندن، فبعد ما رجعنا لقى ستورمي مش عارف اغنيه، ده ستورمي دي راب، عارف اللي هو خلاص ستورمي بقينا احنا، عارف ده صاحبنا يعني، فاهم؟ ف وبقى هو عنده نفس السنس اوف هيومر زي انا وعفرت يعني، احنا كاصحاب اللي هو بنبقى اصحاب اللي هو بنقعد نشتم بعض وبتاع، فهو نفس النظام. كنا يعني هو دايما بيضحك، هو شخص بيضحك، بيموت في الضحك، بيضحك بس، تمام؟ كده كده. وبرضو اول مره تقابل ستورمي كنا مع بعض، اللي هي كان لما جيت لي انت، جيت لنا البيت مع سمول. ده كان يوم جامد، سمول اكس جميل، وورتكس، وكانت يوم حلو. غير كده، غير ستورمي، في القيادات، عصام طبعا، كان عصام محرز كان في بروجكت في دبي، ايوه. في ناس تانية لسه البروجكت ما نزلتش، في دوم بيج، دي برضو حاجة مهمة. فالفيتشرز بتيجي ازاي بالنسبة لمروان؟ يعني انا مش بس كنت لسه بقول له على فلوتو ان احنا بجد انتي سوشيال قوي، ما بنعملش فيتشرز يعني. انا اشوف انا ما جبت سيرة عفروتو عشان انا مش حاسبه، لا كده كده مش كده. لا بس قصدي ان احنا فعلا يعني، بص دلوقتي نعمل اي بيز، قلنا لازم كل واحد يجيب حد من بره راس مال فيتشر معاك، فاهم؟ فابتدينا نعمل كده، وبلاحظ ان يعني لما بتعمل فيتشرز مع حد تدخله في العالم بتاعك وانت تدخل في الدنيا بتاعته، الموضوع بالنسبه لحد زيي اللي هو انا برضو ايه، مش اللي هو ليا طريقه واحده بس بعرف اعملها، انا ممكن ادخل في ستايلات كتير. فبحس ان انا لما يعني عايز ازود اصلا تعاونات الفتره الجايه يعني، فاهم؟ بره وجوه مصر الاثنين. عالميا بتبص لها اصل انت عارف، انا الميزه فيا برضو ايه، ان انت بتتعاون مع بروديوسر برضو، فاهم؟ بتتعاون في كذا كايرو مثلا، وانا كبروديوسر بتعاون مع بالظبط كذا كايرو كايرو. بس كله. بس العكس يعني، مثلا لما ستورمي كان عندي في مصر، وكنا قاعدين بنسمع مزيكا مع بعض، وبعدين دخلنا، فانا كبروديوسر عملت البيت بتاع دبل زوكش ده كده في 10، كنت سامعه واحنا في العربيه، كنت لو احنا لازم نعمل اغنيه كده، وبعدين عملناها. فبحس اللي هو
دي بتخليني كبروديوسر ابقى اللي هو طب عايزين بيت ستورمي الفوكالز بتاعته هتبقى حلوه في البيت ده. بقيت تودي بروديوسر الاثنين بقى يعني اللي هو الموضوع فيه ابعاد كتير. انا ممكن اغني باي طريقه، ممكن اعمل اي سيب من بيت. طريقتك انت، انت مع مثلا ستورمي وعفروتو بقيت بتودي بروديوسر اكتر. لا مش اكتر، ده بعد كمان اللي هو انا كمان اللي ممكن اوجه الساوند بتاع الموضوع. يعني في اغنيه سمعتها لك اللي هي عاملين زي التراب بس فيها حاجه شعبي كده، صح فاهم؟ ده كده ميكس لما دخلت ستورمي فيه حس اللي هو ده كده جبدان، فاهم؟ وعفروتو كمان في الاغنيه، عايزين نشيل الجزء بتاع عفروتو بقى نبوظ الاغنيه، فاهم؟ مشكلة حسين بس عن حسين هنحاول هنجيب بداله صوت اي اي. ايه حوار الاي اي على فكرة؟ انت مع تراب سكوت ومرة مع كاني و ادي الاي اي ده اي اي ده موضوع الاي اي. يعني انا قاعد بضحك مش عارف ليه في ناس كومنتات لها لسه. انا على فكرة في اسئلة مجهزة اي اي وموضوع المزيكا، فاهم؟ في اسئلة اي اي انا جهزتها. اسأل يا باشا. يعني لا كده ودت في حتة تانية. فبص بالنسبة احنا الانترفيو ده هو كان في نص فوتوشوت، ما اعرفش هل الفوتوشوت ده للاي بيز ولا لا، ولا هو من ضمن الكامبين. اوكي مبدئيا عايز اتكلم عن الاي بي. الاي بي من 5 تراكات. ايه التوجه اللي في الاي بي ده؟ عشان بص احنا تعودنا في كل اي بي، معرفش هل ده صح ولا ده الشكل هو ماشي بيه مروان، او مروان مثلا كل مره بيبص لها بشكل. عشان بص كل البوم لو جينا بصينا عليهم كلهم هتلاقي كل حد ليه تكتشرز معينه. ايوه هل الاي بي ده برضو واخد تكتشر مختلف؟ طيب رايحين فين؟ الاي بي ده مختلف عشان بص عادة بعمل اي بي لانه بيبقى معايا، يعني مثلا الاي بي بتاع بيني وبينك اللي هو اي بي يوم عيد الحب، الاي بي ده كان عشان لقيت كده 4 اغاني حلوين شبه بعض فقمت حاططهم في اي بي. في اي بي شبه مثلا اي بي فلوريدا دارك مود. دي كانت اغاني لسه من ستايل فلوريدا، يعني بيتات شرقي على مزيكا ميلوديز غربي، فاهم؟ فهي كان فيها التايب ده معمول كده في كام اغنيه، فقمت جايبهم وحطيتهم. عكس مثلا عقد احتراف كنت قاعد كده اللي هو طيب انا هبدا اعمل الاغنيه، ادي اول اغنيه في الاي بي، ادي تاني، فاهم؟ كان كده. بس بقى الاي بي اللي انا عملته دلوقتي اللي هنزله مع الشباب، يعني الاي بي ده اسمه 3، ماشي؟ اسمه نمبر 3. وده بقى اللي هو قبل ما اكتب اي جملة انا قلت انا عايز الاي بي ده يبقى 1 2 3 4 5، فاهم؟ وثبت بقى على الحاجات اللي انا كنت عايزها دي، فاهم؟ ك ك ك ك تايب بيتس احنا رايحين فيه، التايب بيتس كلها الفوكس في البيتات ان هي تبقى هايب. هايب ودي حاجه ممكن انا يعني عملتها قبل كده، بس في الاغلب انا هادي او كول روشنه. وليريكلي حاولت ابقى راب بقى، يعني حاولت ارجع للراب كده اللي يمزجني، مش اللي هو اللي يكون مفهوم اكتر، فاهم قصدي؟ تمام. فيتشرز معايا ارسينك وعفروتو. تاني عفروتو معلش الله يبارك يا عفروتو انا وكرام. عشان زي ما بقول لك بص اليوبي بتاعي فيه فكره الراب او اللي هو الاجريسيف ده، فانا اختيار ارسينك كان على الاساس ده. بالظبط اللي هو انا عايزين يبقى فيه راب، فاهم؟ فعشان كده اخترت ارسينك وعفروتو. عاملين يعني كنت دايما زي ما بقول لعفروتو ان هو لا خلاص دي عندي. بقول ان عفرت ليه لو فاكر زمان كان معروف بالجري، فاهم؟ فعملنا برضه اغنيه فيها بالظبط، فاهم؟ اللي هو فيها العنصر ده، هي سريعه و هرش. فبس ده الدايركشن، يعني اللي هو الموضوع انا عامله اللي هو ايه، انك لو بتتمرن مثلا تسمع الاي بي ده كله اللي هو اغاني سخنه فيها ادرينالين، مفيش اغاني هاديه في النص، مفيش، لا كل الاغاني فيها ادرينالين. حلو ده، حلوه دي، قفلت انترفيو جامده. بس ايه رايك في الفيست ده؟ كل شيء كل شيء بزياده. معانا كريم قدير ديو بي برضو، فاكر فاكر ده. مارو شكرا.
بس قبل ما نقفل الحلقه دي عايزك توعد الناس عشان انا ايه بقى انت عمال تمضي الناس على حاجات الناس على عقود قال لا بس انا طلعت صغير اه مش عارف بقى لو عجبني بجد يعني اصل ما عجبنيش بس تاني هرب ها كام حلقه برضه قديم بص عشان نضمن نفس السنه اللي فاتت قول لي كام تراك معانا خمسه اهو هقول لك يعني انا معايا خمسه انت عايز تعرف يعني تقريبا الرقم بص انت معاك اصلا انت معاك كده كده غير الخمسه دول معاك عشرة تمام غير الخمسه في عشرة في عشرة اصلا حلو فاهم وبعدين بقى على حسب المود ممكن بقى يبقى في زياده اقل بس في العشرة دول غير الخمسه يعني في 15 مضمونين ان شاء الله بالظبط هو انت هتنزل الانترفيو ده امتى بعد الانترفيو بعد ال هتنزل الانترفيو ده امتى بعد الاي بي بعد الاي بي يعني في خلال شهر خمسه كده طب لا اسالني سؤال تاني اسالني سؤال تاني والله انا هنزلها كده على فكره اسالني سؤال تاني يلا تقدر توعد جمهورك بكام تراك احنا معانا خمسه ارجعوا بالحلقه شويه هتلاقوا اجابه تاني ميرسي بجد مارو حبيبي شكرا والله يا جماعه واخيرا مروان موسى حلقه جامده شكرا شكرا الناس كلها شكرا عفروتو وشوت اوت ادرينالين راس مال تحت ودي يتيم واقع يا يتيم واقع شويه يتيم واقع يلا كابتن يا جماعه